يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. رجعنا عشان بقى نبتدي معاكم اولى فقراتنا الحواريه. وكنت بقول لكم في الانترو بتاع حلقتنا النهارده ان احنا من الرياضات اللي خدنا بالنا ان بقى لنا فتره ما بنتكلمش عنها، علما بان فيها نجاحات مدويه بتحصل، رياضه الجولف. فاحنا النهارده منورني ومشرفني كابتن عيسى ابو العيله، بطل مصر في الجولف. وان كان برغم كونه بطل مصر في الجولف لكن مش بيتكلم عربي قوي، هنعرف منه ليه ايه سبب هذا الامر. منور الدنيا يا عيسى، اهلا بيك. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. طب انت زي الفل اهو، امال قلقتني عليك ليه وقلت لي العربي مش قد كده؟ لا، بقالي فتره طويله عايش بره. انت مقيم في امريكا؟ فمدرسه والجامعه كنت في امريكا، وطبعا مركز قوي في الجولف، فما برجعش مصر كتير. اوكي. فبلعب في اوروبا وفي ايجا، فبالنسبه لي بيبقى صعب قوي ان انا ارجع مصر والعب في مصر. ففي اوقات طبعا برجع عشان ظروف، بس أكيد. في الاخر. وحاليا انت مقيم في مصر ولا؟ لا، انا في مصر. دلوقتي مقيم في مصر بالزبط. طب عاده الناس في امريكا بالذات في السن الصغيره، لما انت بتقول كنت في مدرسه كمان هناك في امريكا، عاده لما بيحبوا يمارسوا رياضه بيروحوا مثلا للباسكت بول، للبيس بول، للرجبي، للامريكان فوتبول. انت رحت للجولف، اشمعنى؟ طبعا كلنا بنبتدي بالكوره هنا في مصر، فانا لقيت ان الجولف بالنسبه لي عاجبني ان هو تلعب لوحدك، فبعرف اركز مع نفسي ومش مش لازم ابقى واثق في ناس تانية، ببقى مركز معايا. وطبعا ابويا بطل العرب بقاله فتره، فهو اللي شجعني ابقى لعيب جولف. اوكي، فطبيعي انك تلعب جولف. انا ما كنتش اعرف الخلفيه دي، ما اعرفش المعلومه دي. اوكي، فبس فاكوردنج دي اخترت ان انت تلعب الجولف. جاء وقت اول ما تميت 14 اني عايز اركز في رياضه معين، وكان طبعا ما بين كوره وجولف، نقيت جولف ونقلت امريكا عشان اعرف العب على مستوى اعلى، واداني فرصه اني العب في الجامعه في امريكا، ونجحت في الجامعه وكملت بعديها على طول. طيب بحكم ان انت ما بين مصر وما بين امريكا في رياضه الجولف، هل في فرق في ممارسه رياضه الجولف في مصر عن امريكا في كواليتي لاعبي الجولف المصريين اف كومبيرد بالامريكان؟ طبعا في امريكا عندهم فرص اكتر، عندهم ملاعب اكتر، عندهم لعيبه اكتر. فطبعا الامريكان من احسن لعيبه في العالم. فلو بصينا دلوقتي على الورلد رانكينج من اول 100، مش هتلاقي ناس كتير مش في امريكا او مش بيلعبوا في امريكا. فاحنا دلوقتي مسيطرة على الرياضه دي بالظبط، وفي اوروبا دلوقتي كمان. بس ان شاء الله قريب دلوقتي باللي بيحصل مع السعوديه، بيدوا فلوس للدول العرب عشان يكبروا اللعب. فبالنسبه لنا ان شاء الله قريب انا شايف ان في لعيبه عرب هيعملوا نتائج على مستوى العالم. اوكي، طب ده بالنسبه للعيبه العرب. طب بالنسبه للعيبه المصريين، انت شايف رياضه الجولف في مصر عموما عامله ازاي؟ في تحسن طبعا، المنتخب بتاعنا صارفين فلوس كتير قوي ان الناس يجربوا الجولف. فدلوقتي لو انت رحت اي نادي زي نادي الجزيره او سبورتنج مدينتي، عندنا انديه كتير قوي اللي احنا بندي فرص للعيبه من سن 5 ل 12 ان هم يجوا ويجربوا جولف، ولو عجبهم بندي لهم فرص يكملوا ويلعبوا ماتشات. وان شاء الله باللي احنا بنعمله في المنتخب هنعرف نكبر اللعبه ونعمل ونلاقي لعيبه يبقوا على مستوى العالم ان شاء الله. في ناس كتير يا عيسى عندها انطباع ان الجولف دي رياضه الويل اوف بيبل، يعني الناس اللي عندهم امكانيات ماديه قويه، وانها رياضه مكلفه. فالى اي درجه هي فعلا مكلفه؟ على حسب، انا شايف ان بالمنتخب بيعملوا طبعا بيدوا ناس من كل الويلث ليفلز الاوبرتيونيتيز، بس في الاخر هي على حسب انت هتوصل للليفل ايه بالظبط. فلو انت عايز تبقى محترف وعايز تسافر وعايز تلعب وعايز تبقى من اللعيبه الكويسين، طبعا تبقى مكلف، بس في فرص للناس اللي هم عايزين يلعبوا في فن. فبتبقى على حسب حقيقي انت شايف الليفل بتاعك هيوصل لايه. اوكي، طيب وبالنسبه للاتحاد المصري للجولف، وانت كنت جاي النهارده منورنا مع كابتن تيمور ابو الخير طبعا اللي بنبعت له تحيه كبيره جدا، صديق عمره وصديق طفوله، وهو نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف، وكمان هو عضو مجلس اداره اللجنه الاولمبيه المصريه. فكل التحيه لتيمور. الاتحاد عامل معاكم ايه؟ هل في مثلا بيبقى في طلبات معينه عند بعض الجولفرز المصريين
وما فيش مثلا امكانيات قوي في الاتحاد، ولا كل الطلبات بتبقى مجابه وفي امكانيات كويسه في الاتحاد؟ طبعا بالنسبه لي انا عشان بلعب بره وحاجات كده، انا ما عنديش اي حاجه، هما بصراحه بيساعدوني قوي وهما بيدوني فرص، اللي هو لو انا عايز العب في السعوديه، عايز اروح اي حته في العالم، هما بيساعدوني وبيدوني الفرصه ان انا اسافر. بس ده بالنسبه لي انا عشان انا بلعب بطولات كبيره. طبعا انا ما اقدرش اتكلم عن الناس التانية، بس من اللي انا عارفه ان هما بيساعدوا قد ما يقدروا وبيجربوا يحسنوا الجولف في مصر في كل طريقه هما ممكن يعملوها. اوكي، اكبر واهم تجربه ليك في بطوله من البطولات العالميه الكتيره اللي انت اشتركت فيها قبل كده، كانت الطفهم ايه واصعبهم ايه؟ طبعا لعبت على اليوروبيان تور السنه دي، لعبت في ابو ظبي وفي دبي. طبعا كان في لعيبه زي روري وجون رام وكل الناس ديت، طبعا دول اكبر اسامي في الجولف، فاني اعرف اصفي واخش البطوله ديت كانت حاجه كبيره ما حصلتش قبل كده. وانت بتشوف طبعا اللعيبه دي مستواهم عاليه وانا عايز ابقى زيهم. وبالنسبه لنا لسه من اسبوعين منتخب مصر رحنا المغرب عشان نلعب بطوله العرب، الحمد لله فزت بالبطوله ومصر طلعت تاني. جميل. طب انت عموما يومك، يعني مثلا وانت قاعد في امريكا بيبقى يومك عامل ازاي؟ بتتدرب كم ساعه في اليوم؟ وهل بيبقى في تدريبات تانيه مثلا مطلوبه ليها علاقه بالفتنس مثلا، او ليكوا نيوتريشن معينه لازم تفضلوا ملتزمين بيها، حاجات زي كده؟ جولف مش زي كل الرياضات، احنا بالنسبه لنا لازم في حاجتين احنا لازم نركز عليها، تبقى الكور والرجلين. ده اهم حاجه. بس احنا بالنسبه لنا كل يوم ممكن على حسب انت عايز تتمرن قد ايه. انا بالنسبه لي واحد بيحب يتمرن اقل من كل حد، بس ابقى ملتزم في اللي انا مركز فيها. فلو في حاجه معين في اللعب اللي انا عايز اركز عليها، بدل ما اقعد 5 ساعات هقعد ساعتين، بس هبقى مركز قوي. وبالنسبه لي اتحسن في الساعتين دول اكتر من بقى اقعد 5 ساعات وما استفدتش باي حاجه. يعني ليها علاقه بالكواليتي بتاعت التايم اللي انت بتقضي فيه التمرينات بتاعتك. بالظبط. اوكي، بتفكر في ايه؟ بتحلم بايه؟ يعني مخطط لنفسك في عالم الجولف؟ هل حاطط بلان معينه لنفسك؟ دلوقتي بس امثل مصر في كل البطولات ممكن اعملها واشرف كل حد والعب كويس. وعايز ابقى انسبريشن للجونيورز، انا عايز اشوف ملهم ليهم يعني. بالظبط، عايز ان كل حد دلوقتي في جونيورز كتير قوي وهم عندهم 15 16 سنه، انا عايزهم يشوفوني ويقولوا عايزين نبقى زي عيسى، عايزين نتمرن وعايزين نبقى ملتزمين في الجولف. وان شاء الله يجي لهم فرص في امريكا، يجي لهم فرص بعد الجامعه كمان ان يلعبوا بطولات ويكسبوا. بالتالي يعني الجولف من الرياضات اللي ملهاش يعني ليميت في العمر، يعني احنا بنشوف شباب صغيرين وبنشوف ناس كبار في السن، فملهاش بقى يعني سقف معين، صح؟ لا خالص. طبعا كل حد بيتمرن على حسب عنده كام سنه، بس الحلو فيها اللي هو انا بلعب مع اخويا الصغير اللي عنده 17 سنه، بس انا كمان ممكن اتمرن مع ابويا. فاحنا بالنسبه لنا جولف ده كوميونتي بيست. فالميزه في الجولف اللي احنا مش السن اللي بتحكم في جولفك. فبالنسبه لنا الانتراكشن ما بين الناس، كمان لو انت مش عايز تلعب بهاي ليفل، الانتراكشن بيبقى حلو قوي، واللي احنا بتبقى اصحاب في الجولف. اوكي، احنا واحنا بنتكلم شفنا كام صوره كده، بس عايزين نسمع تعليقك عليهم. يعني في صوره منهم مش عارف ده انت وانت صغير ولا دي صوره لحد تاني، لو الزملاء بس ينزلوا الصور. الزملاء في الكنترول على قيد الحياه وسامعيني، ايوه الحمد لله على السلامه مثلا. لا دي مش دي الصوره اللي اقصدها، بس اوكي. طب يعني ده كان فين الكلام ده يا عيسى؟ افتكر ده في نادي الجزيره. اوكي، انت كنت حاضر اليوم ده؟ لا، فده عندنا احنا مدرب على اليمين اسمه ريتشارد. أوكي. هو تبع المنتخب، هو جاي يوري الناس ويسيبهم يجربوا الجولف لاول مره، ودي حاجة احنا بنحب نشوفها. طبعا انا بالنسبة لي اطفال صغيرين قوي يعني. بالظبط، فدي حاجة حلوة قوي بالنسبة لنا، اللي احنا نجرب نشجع الناس يجوا يجربوا جولف. وكمان لو هم مش عايزين يلعبوا فول تايم او مش عايزين يكملوا، على الاقل يعرفوا ان ممكن الجولف يتلعب في اي وقت. ف
دي بالنسبه لي بتبقى حاجات حلوه اللي انا ما فكرتش ان انت شخصيا تعمل حاجه زي كده اورينتيشن للاطفال الصغيرين للرياضه دي مثلا باي شكل؟ بيبقى صعب قوي عشان انا بلعب، ففي فرق ما بين اللعب واللي تبقى مدرب. طبعا لازم اكون ذاكرت وعملت حاجات كتير قوي اني اعلم الناس. أوكي. بس انا بالنسبه لي بعمل حاجات كده مع طبعا المنتخب اللعيبه الجونيورز عشان ببقى مستواي فاهم هم عايزين يعملوا ايه. بس طبعا بالناس اللي هم بيبتدوا جولف بيبقى اصعب بالنسبه لي انا. اكيد. طب ما تعرفنا كده على يومك في مصر عامل ازاي بالمقارنه باللي كنت انت بتعمله في امريكا، يعني دلوقتي في مصر من اول ما بتصحى بتقضي يومك ازاي؟ لا دلوقتي بشتغل، فعندي شركه ايزي ابيرل، لبس هدوم رياضه. اوكي. فبقضي طبعا معظم يومي وقتك كله طبعا. وبعديها بتمرن ساعتين ثلاثه في اخر اليوم بعد الساعه 5 طبعا في النادي مع اصحابي. بنروح على حسب، لو عندي بطوله قبليها بشهر بركز اكتر في التمرين. بس انا بالنسبه لي يوم طبيعي زي اي حد. والبطولات اللي انت شاركت فيها او حتى حضرتها في مصر حتى لو ما كنتش مشارك فيها، شايف مستوى اللعبه دي في مصر كويس؟ شايف البطولات اللي بتتنظم في مصر يعني قريبه حتى من اللي بتتعمل في امريكا؟ طبعا احنا التنظيم بتاعنا في الماتشات في مصر بتبقى من احسن حاجه، يعني احنا ممكن نقارن نفسنا مع امريكا. هايل. انا بالنسبه لي يعني من قريب احنا عملنا بطولة افريقيا في الجونة السنة دي. أوكي. وطبعا كل اللعيبة من من جنوب افريقيا ومغرب وكل العيال جم مصر وعجبهم قوي البطولة. فطبعا المغرب فازوا بالبطولة بس كتنظيم عجبهم قوي، ما بين الاوتيل والملعب، تنظيم الملعب كل حاجة. فبالنسبة لنا احنا ممكن نبقى مستوى بره، بس طبعا لازم نشجع الناس اكتر يجوا يجربوا يلعبوا الجولف. وانا كنت عايز اسالك كمان، هل في حاجات معينه ناقصانا في مصر عشان رياضه الجولف حتى تنتشر اكتر من كده بكتير؟ لان هي لغايه النهارده هي برضو اللي بيمارسوها فئه معينه من المجتمع، مش زي كره القدم مثلا او رياضات تانية منتشره في كل المدارس والجامعات. ايه اللي ممكن نعمله عشان نوصل رياضه الجولف ان هي تنتشر بالشكل ده؟ طبعا زي الكورة، كل حد بيجرب الكورة، احنا بس عايزين الناس يجوا يجربوا الجولف زي ما كله بيجرب سكواش تنس. احنا بس شايفين ان الجولف لازم حد يديها فرصة، ولو عجبه هيكمل. احنا بالنسبة لنا وقت كوفيد ناس كتير قوي جربوا الجولف وعجبهم، وناس من اصحابي كتير قوي وناس انا معرفهاش بس في سني دلوقتي احنا كلنا بنلعب مع بعض كل جمعة والسبت، ودلوقتي هم بيتمرنوا اكتر مني اوقات. اوكي. حبوها على حسب. بقى أوي. جدا. اوكي جميل. طيب وبرضو عايز ارجع لفكره الاتراكشنز اللي في الرياضه دي، يعني لو دلوقتي حد بيتفرج علينا عنده ابنه الصغير او بنته الصغيره بيفكروا يلعبوا جولف، ايه الاتراكشنز اللي تقول لهم عليها في الرياضه دي عشان تشجعهم على ممارستها؟ هي بالنسبه لي بتبقى لو هو هيتعرف على ناس سنه، فلما يتعرف على ناس سنه وهم كلهم هيقعدوا بره ويلعبوا هيلعبوا هيجي له فتره. طبعا الجولف او اي رياضه طبعا تبقى صعب في الاول، بس اول ما يبتدي يتحسن ويبقى احسن ويعمل علاقات كويسه في الجولف هيبتدي يحب اللعبه. يعني انا شايف ان زي الكوره واي لعبه تانية انت لازم تجرب وتبقى مميز، تقعد تجرب لغايه ما توصل انك بتحب اللعبه. فدي بس اول مره لازم تجرب. انت شخصيا يا عيسى ايه اكتر حاجه بتحبها في الجولف؟ والله في اوقات الجولف ده بتبقى اكتر حاجه معصبني في اليوم، يعني ما تعرفش حياتك كلها جولف طبعا. لكن عموما شايف ايه اكتر حاجه فعلا لطيفه في الرياضه دي بعيدا عن فكره المنافسه؟ يعني بعيدا عن الستريس اللي ناتج عن المنافسه، بتلعبها بتمارسها عادي مع مجموعه اصدقاء، ايه اكتر حاجه بتحبها فيها؟ لا انا بروح الجولف بهزر مع اصحابي، يعني لو انا رايحين نلعب انا واصحابي بنروح بنهزر بنروح بنضيع وقت، يعني هي 3 4 ساعات بنلعب جولف بس في اوقات اللي احنا بنقعد مع بعض ونقعد نتكلم، يعني فيها سبيس للفن مش مجرد تركيز وفوكسنج و بالزبط. فيها فن كمان بالزبط. متعه. جولف مش كلها بتبقى سيريس، في اوقات انت تروح عشان تبقى فور فن،
فانا بروح ممكن مره كل اسبوعين بروح مع اصحابي بناخد جولف كار في اي نادي ونلف ونضحك ونلعب ونهزر. فهي مش سيريس خالص، بس طبعا لما بيجي وقت بطولات تبقى حاجه تانية. تبقى سيريس وقتها طبعا، بس أكيد. قبليها تبقى اكتر حاجه انا بحب استمتع مع اصحابي. اوكي، هل مثلا مخطط لنفسك ان انت هتفضل لاعب جولف فور ايفر، ولا ات سام بوينت ممكن مثلا تاخد حاجه تراك تاني تمشي فيه، اداره، تدريب، عضويه مجلس اداره الاتحاد؟ يعني هل فكرت في الحكايه دي؟ لا طبعا زي ما انت قلت الجولف ملوش سن. تمام. فلحد ما انا اشوف انا اخري هيبقى امتى كلعيب مش هفكر في اي حاجه تانية. بس طبعا انا شايف ان الاداره بتاعنا كويسين قوي دلوقتي، عندنا ايمن وتيمور طبعا اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه، فانا شايف ان هم واخدين الخطوات الصح. فلحد دلوقتي انا ممكن ادي رايي، بس انا مش عايز اتداخل في الموضوع لغايه ما انا كلعيب اخلص. اوكي، فهمت قصدك. اوكي، انت واحد عشت حياتك كلها تقريبا في امريكا وجيت ريسنتلي بس على مصر، لما جيت واستقريت بقى في مصر، ايه اكتر حاجات بسطتك وشفت ان هي اتغيرت قوي عن زمان، اخر حاجه كنت فاكرها في مصر، واكتر حاجات انزعجت منها؟ لا طبعا انا عشت بره فتره، بس انا بالنسبه لي اللي عجبني قوي ان هو دلوقتي بقى في ملاعب كتير، في فرص كتير قوي للجونيورز يلعبوا. خلي بالك، انا مش بسالك في دنيا الجولف، انا بكلمك عموما، يعني لا بعيدا لا عن الجولف، لا لا كان في كالتشرال شوك باي حال من الاحوال، ولا الدنيا مشت بشكل ناعم؟ لا لا انا عشت في مصر فتره طويله قوي، ف ما فيش اي حاجه كالتشرال شوك. انا باجي كتير، كنت باجي كتير كمان لما كنت عايش بره. أوكي. فما فيش كالتشرال شوك خالص، و انا بالنسبه لي عايش يومي عادي زي كل حد. بس كويس ان انت برغم السنين الطويله اللي عشتها في امريكا لكن محافظ على اللغه العربيه زي الفل. الحمد يعني لله. قبل ما نبتدي اللقاء بيقول لي انا ما بتكلمش عربي، لكن انت زي الفل، بسم الله ما شاء الله عليك. بجرب يعني لا ان لا، شاء الله. عامل شغل جميل، وطبعا بنتمنى لك كل النجاح والتوفيق اللي في الدنيا. انبسطنا جدا ان انت نورتني النهارده. اشوفك على خير باذن الله. شكرا جزيلا ليك. طيب يا حضرات، خلونا نطلع فاصل ونرجع نستقبل حضراتكم في تاني فقرات الحواريه، خليكم معانا.